أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن قد جعل الله لكل شيء قدرا المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
ذلك أمر الله ذلك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم سيجعل الله بعد عسر يسرا
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يدخله جنات تجري من
قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا أيها النبي لم تحرم ما الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو وإذ أسر
Ah!
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات Ah!